واش الاصدقاء، السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده. نجحتي في السنكيام، نجحتي واحد العام اللي كان شويه ممل، ما كانش فيه امتحانات، ما كان فيه والو، نجحتي كنتي مرتاح دايره، فهمتوني؟ نجحتي شنو طلع لك؟ تطلع وتديرها وتلقى راسك ديري السيزيام، ديري بروميير باك، العام الاول في الباك. البكالوريا مقسوم على جوج، انت طلعتي للجزء الاول، بحال كتفرج شي فيلم الجزء الاول ديالو غتطلع ليه، ومورا العام اللي مورا غتطلع الجزء الثاني. ناري كتلقى راسك ناري شي شي، فهمتي؟ بحال كتغفل، ناري كنت في السانكيام شويه، ناري السيزيام، ناري بروميير باك، ناري شنو هادشي، فهمتوني؟ المهم قبل ما نشرح لكم الدروس سيونس مات سيونس اكس، ونشرح لكم بزاف ديال الامور، وغنشرح لكم شنو هما السلاح. كل درس دابا هاد الدروس ديال المات متفقين، هنا كاين سيونس اكس اللي هي سيونس اكسبيريمونطال اللي هما علوم تجريبيه، وهنا سيونس مات علوم رياضيه، متفقين؟ ونمسح الصبوره وندوي لكم على ايكونومي، اولا ايكونومي جو بونس ما عنديش بزاف، خليو لي تحت الناس ديال الايكونومي، باش ندير لكم فيديو سبيسيال على الناس ديال الايكونومي شنو غتقراو في الماط وبزاف ديال الامور. المهم قبل ما نبدا نشرح لكم في الماط وداكشي، نساو عليا الماط، انا غندوي معكم على بروميير باك بصفه عامه. المستقبل ديالك واقف على هاد العام هذا. المستقبل ديالك، واش غتولي مهندس، واش غتولي طبيب، واش غتولي محامي، واش المستقبل ديالك واقف على هاد العام هذا اللي هو بروميير باك. الى عندك جوج تحديات بروميير باك، عندك جوج تحديات. التحدي الاول هو انك الماط والفيزيك والسيونس خاصك تطحنهم. اللي كنتي سيونس مات خاصك الماط تاكلو تسرطو. التحدي الاول ديالك هو انك تشد المواد العلميه تقاتل فيها. التحدي رقم جوج هو انك تجيب مزيان في الجهوي، حيت الجهوي كيمثل 25% من النقطه ديالك ديال البكالوريا. يعني ديك النقطه انت اللي غتجي في البكالوريا راه 25% ديالها غدوزو في الجهوي، متفقين؟ يعني مثلا انت باغي تجيب 19 ولا كذا، 25% من ديك 19 كاينه في الجهوي، يعني راه بورسونتاج راه كبير، ما تستهنش به، بقاش تقول لا راه الجهاوي لا حتى الباك لا سيدي، الجهاوي نطحن. دونك كيف ما قلت لكم الاصدقاء، في البروميير باك عندك جوج تحديات. التحدي الاول ديالك هو انك تحضر الدروس ديالك ديال المات، تقاتل يوتيوب، زيد السويع، المضاربه، الروينه، باش انا المات سيونس فيزيك نسرطهم هاد العام. الدروس كاملين ميتريزيهم مزيان، تمارين دروس كدا طططط نتقاتل فيهم. التحدي ديالك رقم جوج هو انك الفرنسي تجي فيه مزيان، معامل ديالو 4 في الجهاوي، التربية الإسلامية حفاظها، الاجتماعيات احفظ، العربية اطحن، متفقين؟ باش في الجهاوي تجيب مزيان، الجهاوي تجيب مزيان، كندوي مع الناس العلميين، متفقين؟ هادو هما جوج تحديات. وكيف ما قلت لك المستقبل ديالك واقف على هاد العام هذا. هاد العام هذا هو اللي غادي يلعب لك دور بزاف في حياتك كامله ان شاء الله. المهم معليش، دونك بالنسبه للبروميير باك شنو هما الحوايج اللي خصهم يكونوا عندي ديال العام اللي فات؟ اول حاجه انا فاش كنطلع بروميير باك انا ما بين باقي ما طلعتش بروميير باك، يعني ما بين 5 و 6، هذوك الدروس كاملين اللي قريتيها في 5 كاينين فيهم شي دروس اللي لا علاقه مع ديما ندير، ممكن شي دروس اللي مهمين بزاف وخصني نعاود نراجعهم وخصني ندير فيهم بزاف ديال الحوايج. هذاك الشيء علاش انا ان شاء الله انا غندير لكم واحد السلسله ديال الفيديوهات، يكون فيها شي 10 ديال الفيديوهات هنا في لاشين يوتيوب، يكون الفيديو حلقه، انتم عارفين عزيز عليا الحلقات، حلقه رقم 1، حلقه 2، 3، 4، نوصلوا ان شاء الله للحلقه 10، غادي يكون فيها شنو هما الدروس ديال 5 والكاتريام والثامنه والسابعه اللي خاصني نتقاتل فيهم ونفهمهم مزيان، باش انا الدروس ديالي ديال المات يجوني ساهل. هاد الدروس حامضين وساهلين، فهمتي؟ حامضين وساهلين، ولكن غيجوني صعاب الا كنت انا الدروس القدام انا ما فاهموش. دروس ديال 5 ما معمقش فيهم، دروس ديال الكاتريام ما نسيتهم، الا كنت الدروس القدام ما فاهموش غيجوني الدروس صعب وغنتعذب، ولكن الا كنت الدروس ديال 7، 8، 9، 5 واكلهم غيجيوني هاد الدروس ساهلين وحامضين وباسلين. دونك غادي ندير واحد 10 ديال الفيديوهات في اليوتيوب ان شاء الله، نقدر نداوم معكم ان شاء الله في السيمانه الجايه، الا تفرجتي فيهم غطلع السيزيام بواحد العقليه ما يمكنش، ولكن هادشي ما غنديروش، عاونوني بلي كومونتير، حفزوني بانكم نتوما باغيين هادشي باش انا نزيد نتقاتل وندير لكم ان شاء الله بزاف ديال الفيديوهات. والناس اللي بغاو يتسجلوا معايا في عرض اولير ديال الصيف،
غتصيفط ميساج في هاد النمره هاد النمره غتطلع لك هنا تما غنصيفطوا لك الطريقه ديال التسجيل. غتسجل معنا في الصيف غيكونوا حصص في الماط الفيزيك الفرنسي والانجلي باش توجد اللعب الجاي اللي هو السيزيام. العام الجاي السيزيام تكون واجد 100%. غنديروا تمارين دروس نشوف معاكم التصحيح ديال التمارين كذا كذا بزاف ديال الامور. متفقين؟ نعم. دابا سالينا مع الصيف اش غندير معاكم في الصيف. دابا اجي نشوفوا شنو هما الدروس بصفه عجاله. غندوزوا على الدروس باش نعطيكم شنو هو الفرق ما بين سيونس اكس لي سيونس اكسبيريمونطال وما بين سيونس مات. مزيان. دونك اون فوا طلع سيدي السيزيام غتقرا واحد الدرس سميتو اللوجيك. هاد الدرس سميتو اللوجيك هو راه ما فيهش اللوجيك سميتو المنطق وما فيهش المنطق. المهم هاد الدرس هذا فيه واحد الشيء ديال الصعوبه. علاش ما فيش صعوبه زعما نيري كذا غير المنطق ديال عقلكم ما كيتقبلوش ما غيتقبلوش. غنشدوا واحد العباره واحد ليكسبريسيون غنديروا ليها العكس ديالها اش غتولي فاش غنديروا ليها العكس فاش غنديروا ليها كذا فاش غادي. المهم واحد المهم الا فهمتي الدرس الا فهمتي الدرس مزيان 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 انا غنشرحه لكم ان شاء الله في يوتيوب. الا فهمتي مزيان غيجيك ساهل. ما فهمتيش والله لا لا حط شي ستيل في شي تمرين. التمرين ما تحطش فيه ستيل مزيان حيت الدرس جديد 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 عمرك شتي في حياتك. شي الدروس كاملين غتلقى راسك بعض المرات فايت منك شي فيهم في السابعه فايت منك شي فيهم في السانكيام كذا فايت منك شي منهم شويه كذا 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 وحتى اللوجيك وعمرك شتي في حياتك. المهم الدرس الاول لي فونكسيون الدرس ديال لي فونكسيون غتعاودوا لي فونكسيون ديال 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 السانكيام. هذا سانكيام 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 تزاد شي لعيبه بسيطه والو شي دوك اللعيبات البسيطه اللي غيزيدوهم ليكم. انا ديجا شرحتهم لكم في السانكيام عز عليا انا نديرهم في السانكيام. وكاينين شي اساتذه تبارك الله قال شو عندهم داروهم لكم في السانكيام. انا غتلقى راسك الدرس اللي قريتي في السانكيام هو هذا دونك هذا درس ديال السانكيام لي فونكسيون اللي قريتي فهمتي ان بير بير كذا تا 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 لو باغي سونتر. الدرس هذا لو باغي سونتر هو هندسه غينفعك في فيزيك ينفعك في فيزيك ساهل وفيه قواعد. شوف شي الدرس اللي فيه القواعد هو تن 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 ساهل انت شي الدرس اللي فيه القواعد كيجيك سك. انا بعدا انا دابا بيني وبينكم دابا حنا كنكونوا مريحين شي الماط اول حاجه خصك يكون بالك بحال شي لعبه. انا فاش كنت كنقرا وكنت كنكون مريح مع الدراري صحابي وكاملين تبارك الله عندهم مع الماط وكانت واحد المنافسه بيناتنا كنا كنحطوا الماط بحال واحد اللعبه كنبقى يلا هاك حتى واحد الليميت يلا خرجها يلا ليميت في الدرس هذا وانت اصلا نقول لكم هاك حتى هاد الليميت خرجها والله لا خرجتيها تيقول والله قرار طط هاي خرجتها لا لا نمشي هكا فهمتي بحال واحد التحدي بحال واحد اللعبه. الا شديتي الماط بهاد الطريقه اما الا شديتي الماط الناري الماط ريديات كذا وهادي ما عمرك كطفرو فيه. المهم طبعا انا كندوي معاك كنتحتت معاكم في هذا الصيف هذا الصهد وما كاين ما يدار كذا نتحتت فهمتوا الناس اللي نشعوا في السانكيان حط لي واحد كويز ديال اتاي سمع سمع كل غتلقاني وسط الهضره كنقول شي كلمات والله حتى غينفعوك. دونك كيف ما قلنا لو باغي سونتر فيه علاقات تحفظهم كطبقهم شي الدرس اللي فيه العلاقات كيخلعنيش انا كيجيني ساهل. علاش فاش كيتحط لي التمرين عندي بزاف ديال العلاقات يعني غنبقى نقول اه هذه لا هذه لا اه هاد العلاقه هي اللي غتخدم هز خدم بصح سالينا ارى لي الدرس اللي ما فيهش العلاقات والله حتى كاين دروس ما فيهش العلاقات او اللي فيه علاقه وحده فيها في في قاعده وحده وكي غدير حتى ديك القاعده وحده تخرج بها 20 تمرين. واش فهمتوني راكم فهمتوني. دونك لو باغي سونتر لو برودوي سكالير لو برودوي سكالير ديجا قرينا العام اللي فات وكاين في يوتيوب دخل تفرج فيه ديال السانكيام تفرج ديال السانكيام غيتزادوا عليه بعض الامور في السيزيام. لي سويت او لي سويت لي سويت شي الدرس هذا او او كوبي كول اي تي سبحان بق وغيتحط في الباكالوريا اي تي سبحان لي سويت غيتحط غتقرا في الباكالوريا. هاد لي سويت هذا هو هو نفسه غتقرا في الباكالوريا غيتزاد عليه واحد العيبات بصح صافي غير شو عليه شويه الملحه وغتقرا في الباك. دونك هو نفسه يعني ملي توصل ليه يقول ان في الباكالوريا تريغونومتري الا كنتي سيدي سيونس اكسبيريمونطال وغطلع العام الجاي وغدير يا اما فيزيك يا اما غدير سيونس تريغونومتري ما عندك ما دير بها عندك ما دير بها غتقراها سطحيا ولكن سيونس مات في الباكالوريا غتعمقوا فيه فهمتوني. دونك تريغونومتري هو واحد الدرس غتقراه مزيان كذا في علاقه وكيف ما قلت لكم انا الدرس اللي فيه العلاقات بزاف كيعجبني حيت فيه العلاقات بزاف يعني تحط لي عمليه غنبقى نقول هادي لا لا اه دغيا
Très bon. La rotation, une fois les physiques, la rotation. Les Si on fait la limite, on va dire limite qui fait maintenant, limite de x tend vers plus l'infini, par exemple, x au carré plus x plus 2. Une fois tu sors, tu te rappelles de l'ébara, lim x tend vers plus l'infini, c'est expression, à la place, tu as le bac. Je te refais. Une fois que tu as dit que tu as fait le درس, يعني une fois que tu as fait le درس, شرفتي صافي الباكالوريا وصلتي الباكالوريا يا خويا صافي سالينا باش نكون معاك نيشان مزيان دونك لي ليميت واحد الدرس اللي جديد غنخدمو به لي ليميت كذا 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 المهم يورينا كيفاش نرسمو مثلا هذا هو غوبير متفقين مثلا ليميت ديال بلس لانفيني فين هو بلس لانفيني بلس لانفيني هنا يعني الدالة كيفاش غترسم هنا واش غترسم بحال ما هكا ولا غترسم بحال ما هكا المهم حتى نوصلو ان شاء الله ونشرحو لكم ديريفاسيون عشان الناس اللي قراو السنكيام مزيان لا ديريفاسيون غنقول لك فاش غينفعك وغتقول واو هذا الدرس واعر عرفتي فاش غينفعك عقلتي في السنكيام فاش كنتي كتبغي تعرف الفونكسيون واش كرواسونت ولا دي كرواسونت كتبغي تعرف لي فارياسيون ديال الفونكسيون كنتي كتوحل كيقول لك استاذ دير لي واحد لوطو ياك واحد تي حسب لي تي او حسب اف اي اف ا ناقص اف بي يعني الروينه كنت كتوحل العام اللي فات عقلتي باش كدير بحال هكا اف ا ناقص اف بي على ا ناقص بي وكتحسبها وكتدرس الاشاره ديال اولا كتحسب لوطو عقلتي عليها واش عقلتي عليها ولا ما عقلتيش عليها كنت كتوحل باش تبغي تعرف فونكسيون واش كروسونت ولا ديكروسونت اسي ديريجي واحد الدرس سميتو لا ديريفاسيون غتحسب غير الديريفي سهل غتحسب الديريفي سالينا غتعرف واش فونكسيون كروسون ولا دي كروسون يعني هاد الدرس هذا والله يسهل عليك بزاف ديال الامور مورا غيجي عندنا واحد الدرس سميتو لي فونكسيون الدوال تقول لي واه الدوال كاين هنا لا الدوال اللي كاين هنا حموضه هذا ديال السنكيام لا سيدي هاد لي فونكسيون هذا غتطبق فيه هادشي كامل غتطبق فيه الليميت غتطبق فيه الديريفاسيون فهمتي غتطبق طيح لك حتى تريغونوميتري فهمتي غتطبق فيه بزاف ديال الامور بير ان بير كاع داكشي اللي كتعرف اسيدي على لي فونكسيون غتطبقوه ها عرفتي ومع غيجيكم هاد الدرس مع هو الاخر مع الوقيته ديال الجهاوي نيري وما غتسوقش ليه نيري وغتجي في الامتحان جوج غنضحك معاك واخا يبقى الجهاوي ما عرفتش شنو تقات ليا في المواد العلميه فهمتي المواد العلميه راه كيشكلوا 75% ما بين وطني ومراقبه مستمره انت الجهوي كيمثل 25% والمراقبه المستمره ديال البكالوريا والامتحان الوطني كيمثل 75% اذا المواد العلميه كيمثلوا 75% ما نهملهمش كاين اللي كيهمل المواد العلميه تيقول لك صافي السيزيام هذا نمشي نتقاتل في الفرنسي والعربيه وكذا هادي حتى العام الجاي نشوفوا المواد العلميه الا سيدي الا صافي كيبقى لي واحد الدرس سميتو جيومتري دون ليسباس الهندسه الفضائيه وهذا كوبي كواليتي هو كاين في البكالور في الامتحان الوطني بق يعني كاين تابعكم مزيان دونك هادو سيونس اكس غتقول لي او سيونس مات عندهم غير هاد الدروس واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سيونس مات عندهم غير خمسه دروس واو كون غير درت سيونس مات لا سيدي لا سيونس مات عندهم الدروس كاملين تا هما غيقراو لوجيك لي فونكسيون الباغي سونتر برودوي سكالير وغيقراوهم متعمقين بزاف وغيقراوهم بتمارين صعاب شويه وغيقراو هادشي كامل زائد غيتزادو عليهم واحد خمسه ديال الدروس يوميات نورمالمون لي زونسومبل ولا لي زابليكاسيون هذا درس واحد ولكن كاين الاساتذه اللي كيفرقوا كيديروا لي واش انا كنفرقوا على جوج علاش حيت لي زونسومبل بحال خصك يلاه تعلم مزيان كذا ولي زابليكاسيون ديالو بحال حتى هو اخر لي برودوي فيكتوريال غيتزاد واحد الدرس سميتو دابا نورمالمون هنا تقرا البرودوي سكالير في سيونس مات غتقرا حتى البرودوي فيكتوريال بالنسبه فاش طلعت سميتو مورا ما نجحت في الباك ومشيت كنقرا مورا الباك هاد الدروس كاملين قريناهم مورا الباك قريناهم هو مانيت يعني فاش التلاميذ ديال سيونس مات ما كانوش كيلقاو مشكل كانوا كيجيوهم ساهلين ولكن التلاميذ اللي كانوا داروا سيونس اكسبيريمونطال كانوا كيوحلوا في هاد الدروس كيجيوهم صعاب هاد الدروس كاملين كاينين في
في سميتو في مورا الباك كاينين في لي موديل ديال الماط سواء الجبر سواء الاناليز سواء الاناليز 1 الاناليز 2 فهمتي ماتيماتيك بوغ الفيزيك بوغ شيمي كذا 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 كاينين هاد الدروس هادو والتلاميذ اللي كيكونوا سيونس اكس كيوحلوا في الدروس كيجيو صعاب ولكن التلاميذ ديال سيونس مات كيطلعوا واعرين كيكونوا فاهمين المهم برودوي فيكتوريال دينومبرومون غيعاونك على الدرس هذا في البروبابيليتي العام الجاي غيعاونك في البروبابيليتي العام الجاي واحد الدرس سميتو الاحتمال ولا غياتميتيك دون زيرو هادو دروس متفقين انا عطيتكم كل واحد عليه لمحه هادشي اللي كاين متفقين كل درس من هذا كيتسمى بحال واحد الحرب خاصني انا اللوجيك الا بغيت نفهمو خصني السلاح شنو هو السلاح هما الدروس ديال العام اللي فات الا ما كنتش فاهم الدروس ديال العام اللي فات والله الا فهمت اللوجيك كذلك لي فونكسيون خصني يكون مراجع الدروس اللي ديال العام اللي فات كذلك 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 داكشي علاش ان شاء الله في هذه العطله اللي غنديروا حلقات بزاف باش نراجعوا الدروس اللي فاتوا وفي عرض اولير ديال الصيف غادي نراجع معكم داكشي اللي فات كامل متفقين دونك الناس اللي بغاو يتسجلوا الجروب راه غتلقاوه تحت في الديسكريبسيون ولا غتلقاوه في اول تعليق دخلوا تما التسجيل ثمن رمزي السلام عليكم الى عندك شي سؤال خليه ليا تحت في الكومنتير غنجاوبكم كاملين